الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، الرائعون والرائعات من أبطال المنهل الصف الثاني الابتدائي. ها أنا معكم في دروس للمراجعة مختلفة في أوراق العمل، فسنبدأ إن شاء الله في مراجعة خفيفة حول درس الجمل والسيارة. كما تتذكرون الحوار الذي دار بين الجمل والسيارة، وأنه كان حزينا وأنه ساعدته أن على أن تعود الثقة إلى نفسه. سوف نرى بعض الأسئلة إن شاء الله سويا. أختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. ألف: ما التي خرجت تتجول في الطريق البري؟ مين اللي خرج تتجول في الطريق البري؟ هل الطائرة أم السيارة أم الجمل؟ السيارة. أحسنت، إجابة صحيحة. السؤال الثاني: ب يطلق على الجمل اسم خارق الصحراء، سفينة الصحراء، قاهر الصحراء. نعم، أحسنتم، السؤال الذي ورد في الدرس هو سفينة الصحراء. رائعين يا أبطال. السؤال التالي: من القائل؟ تذكر من الدرس، من القائل: لا تحزن يا صديقي فما زلت سفينة الصحراء؟ هل قائل هذه الجملة الجمل أم السيارة؟ لا تحزن يا صديقي ما زلت سفينة الصحراء. أحسنتم، رائعين، الذي قالت هذه الجملة هي السيارة. السؤال الباء يقول: فقد أعدت الأمل إلي وذهب حزني. من الذي قال هذه الجملة؟ أحسنتم، الجمل من السيارة؟ الجمل. الجمل بعدما سمع قول السيارة رد عليها أنها أرجعت إليه الأمل. السؤال الثالث يحتاج إلى تركيز شديد منكم. أحيط كل كلمة مبدوءة بهمزة قطع. نبحث سويا عن همزة القطع، كما قلنا همزة القطع التي يوجد فوق همزة أو تحت همزة. الجمل: لقد أذهلت الناس بسرعتك وتنوع أشكالك وتعدد ألوانك. ها، أبحثوا معي، هل الجمل بها همزة قطع؟ لا، الجمل هذه همزة وصل. نعم، أذهلت، أحسنتم رائعين، هذه واحدة. أشكالك. طيب، وما الكلمة الثالثة والأخيرة في هذه الجملة؟ ألوانك. أحسنتم، هذه الثلاث كلمات بها همزة قطع. السؤال الرابع وهو ترتيب، وكما تعودنا في الترتيب أننا نقرأ جميع الكلمات ثم نقوم بترقيمها من واحد إلى نهاية عدد الكلمات، ثم نقوم بالكتابة وشطب الكلمة التي نقولها. قواعد: أبوك يحترم المرور. ما ترتيبها؟ أحسنتم، كما في الفقرة يصلح أن تبدأ بكلمة أبوك، ويصلح أن تبدأ بكلمة يحترم. نبدأ بالفعل: يحترم أبوك قواعد المرور. هذه سهلة، لكن هذه الجملة التالية طويلة وتحتاج منك إلى تركيز. الركوب: الأمتعة، حملي، يستخدم الإنسان في السيارة. ماذا نقول؟ يصلح أن تبدأ بالفعل يستخدم، ويصلح أن تبدأ بالاسم مثلا الإنسان. ها، مرة ثانية: الركوب وحملي الإنسان، السيارة في، يستخدم الأمتعة. نبدأ ونقول: يستخدم الإنسان، يستخدم ماذا؟ السيارة في الركوب وحمل الأمتعة. يستخدم الإنسان السيارة في الركوب وحمل الأمتعة. هذا السؤال يحتاج إلى مزيد تركيز منكم، وهذا هو كان السؤال الأخير، وإن شاء الله ألقاكم في مراجعة خفيفة وجميلة مع درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.